السلام عليكم. الموضوع بتاع النهارده طلب مني في كام كومنت كده، فقلت ايه نتكلم عليه بما ان عندي خلفيه كويسه عن الموضوع دوت. الموضوع هو خاص بموضوع الاقامه والجنسيه في كندا. الجنسيات دي معروف ان هي من الجنسيات المحترمه اللي بتسمح لك تسافر بحريه اكتر من اي باسبور عربي، تمام. كمان الباسبور الكندي يا جماعه يعني هو في ميزه غير ان انت بتقدر تسافر في اي حته محترم. فالمهم يعني السؤال بقى هنا بعد ناس بتسالني بيقول لك لو انا جيت كندا كطالب انا هقعد في كندا قد ايه علشان اقول ان انا هقدر اخد الجنسيه، لو انا جيت مثلا كطالب او كمهاجر او الوضع طبعا بيفرق. بمعنى هديكم مثال، لو واحد دخل كندا لا الاول كنت هنسى. الطلب اللي بطلبه كل مره كنت هنساه. والله معلش انزلوا تحت اعملوا لايك للفيديو الاول قبل ما نخش الموضوع كده وانسجم وانسى. الحاجه الثانيه، لو حضرتك بتتفرج معانا على القناه وبقالك كتير بتتفرج ولسه ما اشتركتش، اتفضل اشترك. ايه اللي منعك؟ ده هي كليكه واحده على الزرار وخلصنا، مش هتكلفك اي حاجه. يلا بقى نكمل. بص بقى، عشان تقول انا هاخد الباسبور الكندي في ايدي هيلزمك قد ايه وقت؟ على حسب. لو واحد جاي كندا مهاجر دخل كندا ومعاه الاقامه الدايمه من يوم ما دخل، فهو ان شاء الله بعد 3 سنين من يوم دخوله لو ما خرجش بره كندا، تمام، هيبقى مؤهل ان هو يقدم على الجنسيه والباسبور الكندي. يعني واحد دخل مثلا في شهر 1 2020، فهو شهر 1 2023 لو ما سافرش بره كندا، ما حصلش ان هو سافر بره كندا ولا راح اي حته بره كندا، تمام، هيبقى في شهر 1 2023 مؤهل يقدم على الباسبور. يعني بعد كام سنه؟ 3 سنين. طيب لو حصل مسافر شهر او 2 هيزودهم، بدل ما هو مثلا سافر شهرين يبقى بدل شهر 1 يبقى شهر 3 2023 وهكذا، تمام. المهم ان هو يكون قضى 3 سنين جوه كندا في خلال اخر 4 سنين. ده بالنسبه للراجل داخل معاه اقامه دايمه. طيب لو واحد دخل طالب الكلام هيختلف. واحد دخل طالب بيدرس سنتين في كندا، بعد سنتين ربنا كرمه وخد الشهاده بتاعته وهوب لقى ايه شغله وهوب قدم على الاقامه وخد الاقامه كمان ايه كمان سنه، يبقى هو كده قعد في كندا 3 سنين قبل ما ياخد اقامه دايمه في ايده. في الحاله دي هيتعامل ازاي؟ بص، القانون بيقول ايه في كندا لغايه دلوقتي؟ الكلام احنا في شهر 1 2020، الكلام لغايه دلوقتي بيقول ايه؟ ان الشخص المقيم في كندا في نوعين من الاقامه، اقامه دائمه واقامه مؤقته. يلزمك 3 سنين اقامه دايمه جوه كندا في خلال اخر 4 سنين عشان تاخد الباسبور. طب وانت طالب دي مش اقامه دايمه، فتره الدراسه دي اسمها اقامه مؤقته. هتحسب لك ازاي؟ هيتحسب لك بنص المده، هتحسب نص المده بحد اقصى سنه. يعني 3 سنين سيادتك هتحسب لك منهم قد ايه؟ سنه واحده. يبقى انت كده سنه واحده، يبقى انت يلزمك بعد تاخد اقامه دايمه في ايديك كمان سنتين تبقى مؤهل تقدم على الجنسيه. يبقى الاخ اللي هو دخل كندا كطالب وقعد 3 سنين على ما قدر ياخد اقامه دايمه هيبقى تقريبا مجموع السنين 5 سنين. ليه 3 سنين اقامه مؤقته هيتحسب لك منهم سنه، وكمان سنتين بعد الاقامه الدايمه هيبقى انت مؤهل تقدم على الباسبور. يبقى كده مجموعهم انت قعدت في كندا 5 سنين وهوب اخدت الايه؟ الاقامه. طيب لو واحد قعد في كندا سنتين بس مش 3 سنين باقامه مؤقته، نفس الكلام برضه هيتحسب لك منهم سنه واحده، تمام، ويبقى سنتين بتوع الاقامه. يعني هي الفكره كلها ان انت الفتره اللي قبل ما تاخد الاقامه الدايمه هيتحسب لك نصها، نصها بس هو هيتحسب بحد اقصى قد ايه؟ سنه. قعدت سنه ده هتاخد نص سنه، قعدت سنتين هتاخد سنه، قعدت 10 سنين هتاخد برضه ايه؟ سنه، تمام الكلام؟ هي الحسبه سنه، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ده بالنسبه للحصول على الجنسيه الكنديه. وطبعا الباسبور الكندي انا مش هقعد اتكلم عن قوته لان الناس كلها عارفه، يعني انت بس اكتب كده قوه الباسبور الكندي على اي صفحه جوجل هيطلع لك ان هو بيخش كام بلد وايه اللي يحق لحامله وايه اللي ما يحقش لحامله، يكفي ان كل اوروبا مفتوحه لك. فدي في حد ذاتها ميزه كبيره جدا يعني. يلا ان شاء الله توفيق وباذن الله نقابلكم في فيديو ثاني ومواضيع جديده. السلام عليكم.